يا رواحو الله غالب. السلام عليكم. يقولوا لي مدام وعلاش ما تقولي لناش على الافونس؟ انا والفت ما نخططش، والفت ما نديرش التخطيط. الله غالب هكا انتو ما خبروا. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلين حبيبتي رفيده وامها كيلو عدس رايحه تعرس. اهلا حبيبتي اهلا. ولفت من خططش، ما نقدرش نخطط. اهلا حبيبتي خوله سلام، كوثر سلام، خليل سلسبيل اهلا حبيبتي. نتوما بارطاجي وانتوما خبروا بعضاكم، على بالي طولت عليكم، على بالي عندي موده ما بنتش. اليوم بنت على جال شحال من سبه، على حال اهلا نحبك. المهم عليكم خوتي، عليكم خياتي. ليش سبع على بغاش يجوز الفيديو؟ حبيت برك نقول لكم ما على باليش وليدي الا راهو حي، كيما ما على باليش الا راه ميت. نحمد ربي على خاطر ما عنديش احساس الموت. وكاين ناس كل مره مادام كيفاش حتى عرفتيه ماهوش ميت؟ ما عرفتش انا حسن الظن بربي، عندي ربي سبحان الله، سبحانك يا اله. وكاينه حاجه بالك ما راكوش منتبهين لها، انايا اعوذ بالله من كلمه تانايا كان عندي احساس باللي وليدي يروح، وشنو ما توقعتش باللي يتخطف. توقعت ممكن بعد الشر حاجه خلاف، بصح باش الاحساس تاعي انه يروح يصدق وانه احساسي ماهوش ميت ما يصدقش، هنا تناقض. مقبلة درت مع وليدي، درت لكم فيديو فيه 10 دقائق الله أعلم، ما حبش يجوز على بالكم بلي ما نعرفش. وما نعرفش الله غالب، ديجا كي عرفت منين يطفى اللايف راني لا شامبيون. وقت فات ما حبيتش، انا ثاني توحشتك فضحكت فبشرناها. وشحال نحبكم ربي اللي عالم، يا اخي نموتو ونقابلو ربي. وحده قالت لي مادام شاك فوا تقولي نحبكم، منين تحبينا وما تعرفيناش؟ ايه نحن ارواح، نحن اطياف، الرسول عليه الصلاه والسلام قالها، نحن ارواح نحن اطياف حبيبتي. اللي تفاهموا ائتلفوا، واللي اختلفوا تنافروا، وانا الحمد لله فيهم حزن عيني، راني هايله. راني هايله، خليت روحي حتى ترقعت باش جيت قابلتكم. منحبش دوك نقول لكم على المنام، دوك نهضر على كلش، نخلي برك باش ما نظلمش اللي ما على بالهمش هاي بدات تتلايم الحاله، نخلي حتى يتلايم الغاشي ربي يرجعو سالم غانم. اهلا امينه يا امون، تاني نستنى في الزفيطي نجي ليك وناكلو، شهيتينا بتصاور. شوفي نجي وناكلو يا امينه، امينه امين ولا امينه ايمن، عاودي كومونتي لي باش نشوفك. ايه الرحمن اهلا حبيبتي، راني هذاك الزفيطي قتلتيني به. حنا نقولوا له الزفيطي كاين، يقولوا له المهراز كاين، ان شاء الله ربي صبرنا، الله يلاقينا به يا اختي العزيزه. والله انا نحبكم بزاف. ايوا ها هي قالت لي شجاعه وقويه امينه ايمن المهراز، برك يما الدوري قدامي دوك نجي برج البحري ناكلو. ما حبيتش نبان ليا مات لي فاتو، كنت ضعيفه كنت مضروره. وتالمو ما نحبكمش تشوفوني كاع في هذيك الحاله، خاطش كاين بزاف اللي ماتوا لهم ولادهم، كاين بزاف اللي ماتوا لها على ضربه، راني معاهم يسمى دايرين القوه بيا، ومن بعد تخيلوا هما مستقويين بيا وانا نضعف. انا ثاني نحبك ومن عند ربي، والله يا اخي نموت يا خاوتي، يا اخي نموت ونقابلوا رب كريم، هذا اللي
الحمد لله يا رب، ربي سبحانه تال مشدد فيه ما خلانيش. انا ثاني قلبي معاكم، سمحوا لي كي بكيتكم، سمحوا لي بصح لازم ندير هكاك. ياسر ماما، ياسر انا هي ماماك، والله يا وليدي غير انا ماماك، ونصيبك وليدي باذن الله تعالى نصيبك. الصفحه فريده، فريده بن عمار، يا فريده شحال نحبك، يا فريده شحال نحبك، شحال نحبك يا اختيتي. بارطاجي وقولوا للناس اللي ما جاوش. راجيه الرحمه، يخا راحت لي هذيك السوبر فان، راحت لي دوك تعاود تولي. حبيت نعاود حكايه ياسر، كاين بزاف السلسله شتي على بها، ما حبيتش نبان ليا مات لي فات، وقلتي لي اختي نستمدوا منك القوه. تخيلي انت تستقوي بيا وانا يا فريده، فريده بن عمار معاك يا الحبيبه، نحبك ياسمين. جاسمين ما نحبكمش تشوفوني ضعيفه، خاطر صح كنت ضعيفه ما نكذبش، وبيكم بيكم نتحطم، بلا بيكم نتحطم، ما نكذبش على ربي تاني. معناتها لو كان ما كنتش تدعوا لي الصفحه على بالكم 10 ايام راهي 30000. انا ما نعرفش بصح بانت لي حاجه كبيره، بانت لي حاجه كبيره. الصفحه في 10 ايام راهي 30000 ولله الحمد. اللي ما يعرفوش حكايه توليدي، كبتي واسمو ياسر، ياسر بن عمران، درت له عيد ميلاده 2012، كان في عمره عامين. توفى عمي الله يرحمه، رحت لدارنا، ديت معايا وليداتي ثلاثة، ورحت نقدم العزاء. عمي حاجة كاين نتوما ما تعرفوهاش في عمي، عمي هو اللي وقف معايا في زواجي، عمي هو اللي عقد لي، خاطر بابا هذاك الوقت كان مريض، كان اكسيدونتي، هو دار كلش. انا ثاني نحبك فريده، نموت عليك، خطيني خليني نهضر مع الناس، يعيشك ما ضليش دوري، خليني نهضر مع الناس. خاوش شحال نحبكم. ياسر ما كنتش حابه نديه الرؤيه اللي شتها يا خاوتي، سمحوا لي مانيش آلاز، سمحوا لي والله ماني آلاز، مضريت بشرى، انا ثاني نحبك. ياسر ما كنتش حابه نديه لدارنا، ما كنتش حابه، صح ما كنتش حابه، على خاطر كانت جاتني رؤيه. يا ناس يا امهات، ما تخافوش ما تخافوش، ماشي كيف كيف، كاين بزاف اللي راهي كي راهي تنوم في وليدها دير في بالها بلي هي تاني. لا لا، شوفي انت الا نمتي وليدك ولا نمتي بنتك، سمعيني مليح باه ما تضليش تمرضي في روحك، على خاطر كاين مكبوتات، كاين واحد الترسبات. راكي تعرفي يما ياسر بلي راح لها ياسر 8 سنين ما عرفتش وين راه، تعرفوا يما شيما، تعرفوا يما سلسابيل، تعرفوا بزاف دراري مساكن راحوا. معناتها هذاك الخوف مع الاختطافات تنوموا هذوك المنامات، ماشي كيف كيف، انا رؤيه ماشي منام زعما هكا درت في بالي شفت، لا لا، هذاك الوقت الاختطافات ما كناش سامعين بهم. لو كان نقول لكم اخر اختطاف كان تاع ياسين تاع السوريكال، ومسكين ولقاوه ميت، ربي ان شاء الله يصبر ميمته. هذاك الطفيل هذاك صرات في 2004 2000، يا ربي ما نكونش غلطه، المهم كانت قديمه الحكايه اصلا قبل زواجي. معناتها ما عندناش حاجه وسمها اختطاف، كي نمت وجات الرؤيه ما كانش عندي ترسبات، ما كانش عندنا هاد الاختطافات نسمعوهم في التلفاز ولا ما كاش. ما تخافوش، الله يرحم والديكم، جميع المنامات اللي راكم تنوموهم خياتي حباباتي مجرد مكبوتات، عقل الباطن برك يفسرها. نحوا عليا هاد الجهه، ما ضلوش شقفوا تقولوا لي حنا ثاني نمنا، ماشي كيف كيف، انا نمت ما كانش حاجه اسمها اختطاف، ما كانش عندنا مكبوتات. نتوما دوكا انا وحداني دايرت لكم كوشمار، الله يجعل تسمحوا لي، انا وحداني دايرت لكم كوشمار، ماشي كيف كيف. انا ثاني نحبك نحبك نحبك، نموت عليكم يا اخي، نموتوا نقابلوا ربي وسقسوه، سقسوه الا نحبكم ولا راني نهضر برك. انا اصلا ما فيش هذيك الطبيعه تاع اللايف باش نقول لكم حندير، ما نقولهاش. قصه ياسر نعاودو نولو ليها، حبسنا في توفى عمي هذا اللي هو زوجني، هو عقد لي، معناتها شوفوا ضربتي شحال كانت كبيره، خاطر بابا هو وقف معايا الوقت اللي كان بابا مريض. ديت ولادي ثلاثه ورحت لدار عمي نقوم بواجب العزاء، مهم عفسه في قلبي في صدري، كل حاجه كانت مزيره. هربت ما بقيتش، دفناه بالخميس، رحت بت في دارنا،
باش ما نغلطوش، ما رحليش من دار عمي، رحت بت في دارنا ونوضت راجلي عند الفجر، ما رقدتش انا هذيك الليله، بيته نخزر فيا سر ما على باليش واش راح يصرالو، مهم بيته معاه. سقسيت ما مولا بيتي، يعيشك حبيبتي فاتني اسمك الله غالب، سقسيت مولا بيتي قلت له نوض روح جيب لنا طوموبيل نروح، انا ما رانيش مانيش حابه نزيد نقعد، نروح نداوي وليدي، درت في بالي بلي وليدي مريض. المهم انا ما رقدتش هذيك الليله هكا عينيا صحاح. غدوه من داك ناض ولادي، كان عندي محمد عادل، كان عندي ياسر حبيب قلبي، ياسر نحبك ماما، والله ما سمحت فيك يا وليدي، والله شهد علي يا ربي، وعندي منصف صغير، بدلت لهم الحوايج ومام ياسر بدلت له، بقى لي غير الصغير. ياسر شرب حليبه واستعطيت له زوج حبات خوخ، كان شاد حبيب قلبي الخوخ، وحده منا وحده منا، ويدور انا راني نبدل الخوخ. خرج اول مره باش ما نغلطش، خرج اول مره طلبت من خالته تروح تجيبه، راحت خالته جابته وجا، زدت حطيته قدامي راني يعني شافيه زقيت عليه حبيب قلبي، قلت له ماما ما تخرج حاشاكم، قلت له كاين كلب برا، كلبك كلبي يعضك، زعف هو وتكمش وشد هذوك الحبات الخوخ، والله يا خياتي غير قعد قدامي حاشاكم، انا درت نكمل لاكوش للطفل خوه صغير، كي درت هكذا ما صدتوش، قلت بالك هاو زاد خرج، بعد خالته قلت لها جري جري هاو عاود دخرج. كي خرجت صابت الباب مفتوح، قلت لي بشيره ماهوش تما، قلت لها لا لا ما كاش، قلت لي يا بشيره والله غير واقيله خرج، وبعد قلت لي بالك راح مع بابا، حاشاكم بابا هضر معايا من داخل المرحاض من ديك الجهه اكرمكم الله، هو ماشي مول في يهضر كي يكون في ديك الجهه، بصح تحتمت باش حنا نروحو نشوفوه. والله يا خياتي غير من بعد جات الشرطه جابت الكلاب، غدوه من داك جابوا الكلاب، انا الوحيده اللي كي خرجنا نقلبوا عليه، كي عرفناه باللي خرج حكايه 10 دقائق ميم با، كي خرجنا نحوسوا عليه، انا الوحيده اللي مشيت من الطريق اللي مشى منها دابخي، وشي يهضروا لي الشرطه اللي جابوا لي شيغوني فلوغ، انا الوحيده هما كل واحد وين راح، انا رحت من الجهه اللي راح منها وليدي، خرج يوم جمعه بين 9 و9:30 بالجمعه الصباح، حبيب قلبي كان لابس شورت غري، وكان لابس صنداله فيرمينيتير، وكان لابس واحد الشوميز، ام ادم انا ثاني نحبك، وكان لابس واحد الشوميز فيها شوميز شابه باج فيها هكا دي بليات منا، يا ما بيش كيف يسموهم الخياطات، بليسي منا ومنا، شوميز خفيفه كانت سخانه. من تماك لهذا الوقت يا خياتي ما صبتوش من هذاك الوقت. ياسر هذا يا امين بن ساسي، ياسر هذا وليدي حبيبي عمري حياتي قلبي، يا اخي عندي دراري، بصح ما نسيتوش ما نقدرش ننساه، وحبيت برك نزيد نقول لكم بركاوني من الاشاعات، جيتكم بجاه ربي، جيتكم يا ناس برج الكيفان، جاتني مكالمه الله غالب ما قلت لكم ما نعرفش، ناس برج الكيفان اللي راهم يقولوا لا مات ومدفون في الرمل، والله ما مات باذن الله، ماشي شرك، احساس ام بربي، ان شاء الله وليدي ما ماتش، ولا قدر له ربي وتوفى وقصرت عمره وما صبتوش، معناتها نحولي هذه تاع دوكا نحارب اللي خطف ولا نحارب الاشاعات، وليدي تخطف في 2012 رانا دوكا 2020 صافي 8 سنين دوكا، ان شاء الله راه 10 سنين في عمره، راني طامعه يكون عنده فيسبوك، راني طامعه يكون عنده تيك توك، راهم قالوا لي البنات بلي انا ثاني نحبك يا ساره، راهم طامعه في ربي. حبيت نهضر مع الخاطف على بالي بلي هو يشوفه خاطش هو يتبعني، كاينه حاجه راك ناسيها يا اخي نموتو، انا يا سعدي وانت يا ويحك، قول لي علاش يوم القيامه رب العزه يعيط لي يقول لي ام ياسر بشيره، يعيط لنا باسماواتنا واسماء الامهات، بشيره بنت فلانه، يقول لي بشيره بنت فلانه ارواحي هاوليك اللي دالك وليدك، كيفاش تقتصي منه؟ اول حاجه نفسي نقول له يا ربي الا عندي ذنوب وبقاو لي ذنوب نحيهم لي واعطيهم له،
والله غنوا عندك هذا واش نطلب باش نطهر. ما كاش منها نقابل ربي بلا ذنوب، مانيش ملائكه ومانيش نبي معصوم بشر ياك. والله غير هذا واش نطلب، وعد مني لك سواء كنتي امراه ولا راجل. اعدك بانني عندما اقف امام رب كريم ساقتص منك بان انزع عني ذنوبي حتى ابات كما ولدتني امي واهديك اياها. 8 سنين حطمتوني، راني نضحك هكذا على وجوه هذا باش يقواو ما يريبوش. هنا ما نعرفش حاجه واسمها ضحكه، ما نعرفش حاجه واسمها عيد، ما نرقدش كيما الناس. نزيد لك حاجه واحده اخرى نبشرك بها، انا ما بكيتش واحد ولا زوج ولا ثلاثه ولا اربعه، بكيت امه اللي خطف. شتا الامه اللي بكات كاع يقتصوا منك عند ربي، يقولوا ربي هذا بكاك كيفاش تقتص. وكاع على بالي يا اما يدولك حسناتك الى عندك حسنات، بصح راني متاكده بلي كاع ينحوا ذنوبهم ويعطولك بصحتك. ديت لي وليدي ايه ولا ديتي لي وليدي ايه، بصح مسيروا ليمه هذاك تاعي ونوعدك الله غير نجيبه باذن الرحمن، وندير هادو كاع شهود. دمرتي لي حياتي ما نكذبش، دمرت حياتي ما نكذبش. كنت واقفه على جال ولادي، دوكا راني واقفه على جال بزاف ناس. الله المستعان. خياتي خاوتي، هم كاينين رجال تاني هم اللي كيدعوا لي، كتر خيركم. عاونوني في الصفحه، عاونوني في الصفحه، جيتكم بجاه ربي خلوها تكبر. احساس ام وليدي راه حي، عندي دليل ما عنديش، احساس ام والقوه اللي راني فيها بدعاويكم. عيد ميلاد وليدي هذا المره لاباس، جاز عليا رحمه ربي خير من اللي كان. بارطاجيو بارطاجيو، ما تسقسونيش، تصاوروا بارطاجيوهم. اي حاجه بارطاجيوها، حاجه اللي تخدم وليدي بارطاجيوها ما عدا الاشاعات. حاربوا الناس اللي راهم يحاربوا فيا، انا ما فريت لا للخاطف ما فريت والله ما فريت لا للخاطف لا للاشاعات. ما فريت الخاطف نتبع فيه، ما فريت مول الاشاعه ثاني نتبع فيه. ما تزيدوش تقولوا صابت وليدها في الرمل ما صبتوش، ما تزيدوش تقولوا هاي صابت وليدها ميت ما صبتوش. صح ما صبتوش حي، بصح ثاني ما صبتوش ميت. خياتي توحشتكم وسمحوا لي، وهاني عاودت حكايه قصه وليدي. بارطاجي ولا عاودوا حكيوها كيما حكيتها انا، نحبكم بزاف 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 بزاف. عباكم اني نشوف لي فيو شحال، مانيش مامنه. الله اكبر الحمد لله، هذا الغاشي كاع يخزر فيها دوك نتعقد. ربي يحفظكم ان شاء الله. سمحوا لي برك نقول حاجه لوليدي ياسر، وديروا الكوراجه ياسر ماما. والله يا وليدي ما نسمح فيك، والله وعهد ربي يا ماما غير نجبدك وين تكون. توحشت كلمة ماما نحبك هكذا يا وليدي. يا اخي كنت نقول لك يا ماما ما تخرج، مش كنت نقول لك ماما ما تخرج؟ علاش خرجت يا ماما؟ وعلاش وعلاش يا ماما؟ اللي ما يخافوش ربي كاينين بزاف برا. شوف يا وليدي، الا كتب ربي وصبتك وانا حيه بها ونعمت، الى انا مت وما صبتكش هادو كاع يقولوا لك واش درت. ما خليت حتى حاجه يا ماما، ما خليت حتى حاجه يا ماما. على بالي بلي كان كون كاينين دراهم ومتكي وكراني جبتك يا حسره. صح عندي ربي وليدي هو خير من كلش.
المهم خياتي كتر خيركم، سمحوا لي وإلا شتوني هكذا مع وليدي خلوه يعرف شو صار لي عليه. السلام عليكم، كتر خيركم.